أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، نكمل مع حضراتكم في قراءة كتاب بداية الهداية لمولانا الإمام الغزالي رحمه الله وجعل الجنة مثواه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين، آمين. باب آداب النوم. فإذا أردت النوم فابسط فراشك مستقبل القبلة. طيب، النوم موت صغرى، النوم موت صغرى، فإذا مات الإنسان سكن، وإذا نام الإنسان سكن عن الحركة. شاء الله أن يمسك الروح، يقولون نام فمات، أراد أن تعود إليه الحياة استيقظ. النوم مولانا، إذا الإنسان نام الشيطان لا يتركه، يأتي في أحلام، فكيف ينام؟ واحد، رجاء أن تنام على وضوء، فالوضوء سلاح يعطيك حماية من الشيطان. طيب، من مات على وضوء له منزلة عند الله. اثنين، رجاء تصلي قبل النوم ركعتين. الأعمال بالخواتيم، ومن مات على شيء بعث عليه. ثلاثة، اجعل يدك هكذا ثم تقرأ الفاتحة، تقرأ قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، تقرأ آية الكرسي كما تشاء من القرآن، ثم تنفخ فيها هواء ثلاثة ثم تنفخ، هذا هواء قرآن، ثم تمسح وجهك وصدرك وما تيسر من ظهرك، ثم تنفخ مرة أخرى، ثم تمسح الوسادة، ثم مكان النوم، ثم تنام على كتفك الأيمن. لماذا الأيمن؟ لأن الأيمن تيمنوا فإن في اليمين بركة. لا نعترض. اثنين، النوم على الكتف الأيمن لا يجعلك تنام مستريح 100%، فعندما تتقلب تذكر الله، لكن اليسار جميل فممكن تنام إلى الصباح. طب تنام على بطنك، يا سلام، نومة ليس بعدها راحة، وهي نومة الشيطان. ولذلك تجد الناس تنام على وجهها، جميل أوي صح، معظم الناس تنام كده يرتاح، إذا نام على بطنه هي نومة الشيطان فيرتاح. رجاء، نعم، إذا نمت تكون قد أديت الفرائض، فمن نام أسلم أمره إلى مين؟ إلى الله. يلا سيدي. ونم على يمينك كما يرجع الميت في لحده. نعم. واعلم أن النوم مثل الموت، واليقظة مثل البعث، ولعل الله تعالى يقبض روحك في ليلتك، فكن مستعدا للقائه بأن تنام على طهارة، وتكون وصيتك مكتوبة تحت رأسك، وتنام تائبا من الذنوب مستغفرا عازما على ألا تعود إلى معصية.
واعزم على الخير لجميع الناس إن بعثك الله تعالى. إنما الأعمال بالنيات. يا رب أنا سأنام ولا أدري أسأبعث إلى الحياة مرة أخرى أو لا، إن بعثتني عهد علي أن أكون مؤمنا فاعلا للخيرات مجتنبا للذنوب ساعيا في قضاء حوائج الناس. نوايا. فإذا مت إنما الأعمال بالنيات، فأخذت الثواب وأنت في قبرك. وتذكر أنك ستضجع في اللحد وحيدا فريدا. ما معنى تضجع؟ أنت تنام في الدنيا مع أصحابك أحبابك مع أقاربك، لكن سيأتي القبر وتوضع في قبر مظلم، لا أحد معك إلا إيمانك، لا أحد معك إلا عملك الصالح. ومن هنا اجتهد ألا تدخل القبر وحدك، ادخل القبر مع صلاة ومع زكاة ومع صيام ومع حج ومع عمرة. الباقيات الصالحات خير عنديها عند ربك ثوابا. ايه هي الباقيات الصالحات؟ سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، بسم الله ما شاء الله، سبعة. بكل واحدة 10 حسنات، وبكل واحدة 10 سيئات تمحى، وبكل واحدة شجرة في الجنة، وبكل واحدة ترتقي 10 درجات. بسم الله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، بسم الله ما شاء الله، لا يضر بأيها تبدأ. هذه الباقيات والصالحات التي تدخل معك فين؟ في قبرك. ولا تستجلب النوم تكلفا بتمهيد الفرش الوطيئة. ليس وتذكر أنك ستذكر. يعني أنا زعلان. ليه زعلان؟ أن السرير يعني في مشاكل كده جامد كده. يا مولانا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرك أنك إن مت ستوضع على تراب ليس على سرير، ستوضع على الأرض مولانا بحرارتها ببردها بحلوها بمرها. هذا الإنسان سيأتي يوم وكلنا يوضع في قبره ونسأل الله السلامة. لكن مولانا الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده فرش هكذا مرة واحدة، فكانت الزوجة تفعل له 2 كذا، والرسول ينام على الأرض. فمرة من المرات الرسول نام ولم يستيقظ ليلا، إيه الموضوع؟ في راحة. فقال لزوجته ما الموضوع؟ قالت هو الفرش لكن سنيناه ثانية أخرى، فصار 4 1 2 3 4. فقال أعيدوه كما كان 2. ليه؟ قال شغلني عن قيام الليل. فهمت مولانا؟ فنحن عندنا ننام على مرتبة إسفنج هكذا، ممكن هكذا، كلما كان معك أموال أكثر كلما المرتبة هي أكثر وأكثر وأكثر وأكثر. ليه يا مولانا؟ حتى تنام وترتاح. غني ينام على حرير لا يستيقظ لا فجر ولا ظهر ولا عصر، هو نائم. ليس معك إلا عملك ولا تجزى إلا بسعيك. ولا تستجلب النوم تكلفا بتمهيد الفرش الوطيئة، فإن النوم تعطيل للحياة. إلا النوم سكون للحركة والنوم نقص، لذلك الله لا تأخذه سنة ولا إيه ولا النوم نقص، لكن الله لا تأخذه سنة ولا نوم. فرجاء تبحث كيف أنا أنام. أنام لأن الحركة تسكن. إنسان الجبار ده الذي يتحرك يمين ويتحرك يسار مولانا لازم يأتي وقت وتسكن. وإذا نام الإنسان جميل أوي، يخرج أصوات من فمه ومن أنفه وينام يفتح وينام على بطنه ورجله يمين رجله شمال، لا إرادة له. ولذلك النوم ليس من الأفعال الاختيارية،
النوم أنت مسير فيه، أنت إيه؟ ممكن تضع رأسك على المخدة أسبوع لا تنام، ممكن لحظة على طول بسرعة. النوم من الله ليس منك، ليس منك، النوم من الله. اثنين لا أحد يعرف سرهم، النوم والروح. الروح الحياة، النوم موت صغرى. ومن هنا لا أحد عنده معلومات، كله فلسفة، كله فلسفة، لا معلومات عن الروح ولا معلومات عن النوم، كله فلسفات فلسفات. إلا إذا كانت يقظتك وبالا عليك فنومك سلامة لدينك. يعني إما أن تستيقظ وتعبد الله، لكن لو تستيقظ وتعصي الله رجاء تنام، فنوم الظالم عبادة. إن كنت يقظ يشرب خمر ويرتكب الزنا لا نام أحسن، فالوقت الذي تنام فيه كفوت الناس عنك شرا، كفيت الناس عنك إيها شرا. واعلم أن الليل والنهار 24 ساعة، فلا يكون نومك بالليل والنهار أكثر من 8 ساعات. ففيك إن عشت مثلا 60 سنة أن تضيع منها 20 سنة ثلث عمرك. جاب الكلام ده منين؟ ده كلامي أنا ده. سبحان الله، كم سنة تعيش؟ 60 سنة. طب لو تنام 8 ساعات لقد نمت 20 سنة. كم سنة استيقظت؟ 40. كم سنة تأكل؟ 10. ساعة ساعة خلاص. نحن نأكل في مصر 3، أنت في ماليزيا تأكل 5. إفطار الصباح والساعة 12 والساعة 4 وبعد العشاء وقبل المغرب 5 مرات تأكل. في ناس تأكل 7. كان الإنسان يحيى ليأكل. طيب بعدما يأكل الإنسان يتفرج على مباراة، يتفرج على تمثيلية. هات لي أقصى واحد يعبد الله 2 ساعة في اليوم على مدار 60 سنة، يعني كم سنة؟ يعني 5 سنوات. إيه رأيك؟ رجل أعطاك 20-60 جنيه ثم قال اعطيني منهم شيء، تعطيه 5؟ يا أخي تعطيه 20-30، لكن صعب أن تعبد الله 20 سنة. ومن هنا حكمة المولى تبارك وتعالى، قلة العمل وكثرة الثواب. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ليلة القدر خير من 1000 شهر. في ليلة لو قلت فيها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، حصلت على ليلة. هذه الليلة أكثر من 83 سنة. قل يا ابني. وأعد عند النوم سواكك وطهورك وعزم على قيام. سواكك، فإذا استيقظت استعملت السواك. فالسواك مستحب في كل وقت وحال، وأشد استحبابا عند القيام من النوم، وعند الصلاة، وعند تغير الفم. السواك مستحب في كل حال، وأشد استحبابا عند القيام من النوم، وعند القيام إلى الصلاة، وعند تغير الفم. فإذا استيقظت وجدت أدوات الحياة. وعزم على قيام الليل أو على القيام قبل الصبح. ليه مولانا؟ فإن نمت أخذت الثواب. يا رب أنا سأنام، أدعوك يا رب متوسلا إليك أن أستيقظ قبل الفجر بساعة حتى أصلي قيام الليل. فإن نمت أخذت الثواب، إنما الأعمال بالنيات. ورسيب. فركعتان في جوف الليل كنز من كنوز البر، واستكثر من كنوزك. صلاة الليل كما قلنا في درس العصر خير من صلاة النهار، حيث في صلاة الليل لا رياء. طيب قال مولانا الجنيد عندما مات رأوه في المنام، قالوا ماذا فعل الله بك يا إمام؟ قال طاشت كل الأعمال ولم تنفعنا إلا ركعات كنا نصليها بالليل والناس نيام. مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر، قال نعم الرجل لو كان يقوم الليل،
لو كان إيه؟ عندما سمع هذا الكلام عبد الله بن عمر قالوا لم يترك قيام الليل أبدا. قل يا ابني. فلن تغني عنك كنوز الدنيا إذا مت، وقل عند نومك باسمك ربي وضعت جنبي وباسمك أرفع فاغفر لي ذنبي. باسمك أضع وباسمك أرفع، إذن أنت تتبرأ من حولك وقوتك، والتبرؤ من الحول والقوة هو اعتراف بالذنب والضعف، وإذا اعترفت لربك بضعفك قواك. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. متى يبعث الله العباد؟ يوم القيامة. متى تأتي الموازين؟ يوم القيامة. متى تأتي جهنم؟ يوم القيامة. متى يوم القيامة؟ من مات قامت قيامته، من مات قامت قيامته، ومن نام موت صغرى، فقد ننام لا نستيقظ. اللهم باسمك أحيا وأموت وأعوذ بك اللهم من شر كل ذي شر ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. ده إيه بقى؟ اسمه القدم. الأول بلا بداية اسمه القدم، صفة سلبية. وأنت الآخر فليس بعدك شيء. البقاء لا آخر لوجوده، هو الأول والآخر، صفة سلبية. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. الله أكبر. وأنت الباطن فليس دونك شيء. خلاص، أمال إيه أنت؟ ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. اخذي عني الدين وأغنيني من الفقر. الدين مزلة بالنهار وهم بالليل، بالنهار يخشى أن يأتيه الدائن، وبالليل يفكر كيف يقضي الدين. ولذلك من الذي يقضي حوائج الناس؟ الله. من الذي يفرج الكروب؟ الله. الهم، سألوا مولانا علي قالوا ما أقوى شيء في الدنيا؟ قال الحديد. قالوا يا مولانا علي من أقوى من الحديد؟ قال النار تذيب الحديد. قال يا مولانا ما أقوى من النار؟ قال الماء يطفئ النار. قال يا مولانا ما أقوى من الماء؟ قال الهواء يأتي به يمين ويسار. قالوا من أقوى من الهواء؟ قال الإنسان يأخذه شهيق وزفير. قال وما أقوى من الإنسان؟ قال الهم، الهم. قال وما أقوى من الهم؟ قال الله. فلا يقوى على الهم إلا الله. الهم يجعلك لا تضحك، الهم يجعلك تبكي، الهم يجعلك وأنت شباب عجوز، الهم يجعلك وأنت صحيح سقيم. الهم سلاح من أسلحة الشيطان. ألا بذكر الله تطمئن الوجه قلوب. قل يا ابني. اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إن أمدتها فاغفر لها وإن أحييتها فاحفظها بما تحفظ بعبادك الصالحين. قالوا أفضل الدعوات، اللهم إن كانت الحياة خيرا لي فأحيني، وإن كان الموت خيرا لي فأمني، فإن أحييتني فوفقني بالطاعة، وإن أماتني فاغفر لذنبي. خلاص. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. الدين أهم، الدين أهم، لأن الدين يبقى، أما الدنيا عرض زائل. وكانوا يقولون اللهم مصيبة في المال لا في الولد، اللهم مصيبة في الولد لا في الدين. طب المصيبة في الدين لا نقوى عليها. قول يا ابني. اللهم
أبعث بالساعات إليك واستعملني بأحب الأعمال إليك حتى تقربني إليك زلفى. ولا زال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه، هذه معنى التقرب. طب اليقظة ضد الغفلة، فالنائم غافل. وهنا من قام الليل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، كتب من مين؟ من الذاكرين. ومن قام الليل بمئة آية كتب من القانتين، كتب من مين؟ ومن لم يقم الليل أصلا ده غافل، غافل. فهمت مولانا؟ قم الليل ولو بركعتين، ركعة اقرأ فيها قل والله أحد وقل أعوذ برب الفلق. قل والله أحد كم آية؟ أربعة. قل أعوذ برب الفلق كم؟ ستة. أربعة وستة كم؟ لو عاوز تزيد زيد. مولانا الواحد لو يقرأ الفاتحة وقل والله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، خلاص زيادة. طب لو تقرأ المقرر، يا سلام، تكون من الأولياء. شوفوا، أكثر شيء يؤدي إلى شدة الحفظ وعدم النسيان أن تصلي بما تحفظ في قيام الليل. يعني أكثر الحفظ من غير نسيان مولانا هو الذي يقرأ في الصلاة، خاصة لو كانت الصلاة قيام إيه؟ قيام الليل. قولي سيدي. وأسألك فتعطيني وتبعدني عن سخطك بعدا، وأسألك فتعطيني وأسألك. السخط يعني الغضب، عكسه الرضا. وإن الله خبأ سخطه في المعصية حتى لا تفعل، وخبأ طاعته وخبأ رضاه في الطاعة حتى تفعل. وأستغفرك فتغفر لي وأدعوك فتستجيب لي. ثم قرأ آية الكرسي وآمن الرسول إلى آخر سورة والإخلاص والمعوذتين. آية الكرسي أعظم آية في القرآن، آمن الرسول أواخر البقرة من كنز من كنوز العرش. والمعوذتين قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وأعوذ طلب العون والمساعدة. وسورة تبارك، تبارك حديث روى الترمذي حسن أن من قرأ تبارك في ليلته إلا وغفر الله له الذنوب وأنار قبره. فمن أراد أن يكون قبره نورا فليقرأ سورة الملك، من أراد أن يغفر له الله الذنوب فليقرأ سورة الملك. هذا حديث رواه الترمذي. سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سورة في غاية الجمال. كم ساعة نقرأها؟ ممكن نقرأها في خمس ساعات، صح؟ لا تأخذ ثلاث دقائق، ثلاث دقائق يا مسلم، ثلاث دقائق والله يجعل قبرك نورا. معنى أنه جعله نور يبقى روضة من رياض الجنة وليس حفرة من حفر الإيه. معنى أنك في القبر تنعم، إذن أنت من أهل الإيه، الجنة. الإنسان يعذب في مرض الموت فيغفر ذنبه. مولانا نعم الذنب كبير شوية، خلاص يعذب في القبر. مولانا الذنب كبير، يعذب في أهوال يوم القيامة. الذنب كبير، يدخل جهنم ويخرج منها، ولكن لن يخلد مسلم في جهنم، لن يخلد مسلم فين؟ في جهنم. وما من شوكة تشك ابن آدم إلا والله غفر له بها الذنوب. وليأخذك النوم وأنت على ذكر الله وعلى الطهارة. يا ريت. فمن فعل ذلك ورج بروحه إلى العرش وكتب مصليا إلى أن يستيقظ. كتب مصليا، قلت لحضرتكم من نام على شيء استيقظ عليه حتى لا ترى أحلام سيئة. وحسبت لك النوم عبادة. كيف تحسب لك النوم عبادة؟ نام بنية أنك تنام حتى يستريح الجسد فتستيقظ فتعبد الله. حسبت لك هذه المدة يا مولانا
عبادة. الذي يخاف من الأحلام، أنا عندي حلم وحلم. الحلم يعنيها ما ترى في المنام سيء، الرؤيا ما ترى جيد، الحلم يعني الطيبة. كيف يبتعد الإنسان عن الكوابيس والأحلام السيئة؟ تنام على وضوء وعلى ذكر. طيب من يرى أحلام سيئة كثيرة، رجاء أن ينام وهو يقرأ سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها 7 مرات، إن شاء الله لن يرى أحلاما سيئة. فاضل كتير، يلا مشان احنا نكملهم واحد واحد، يلا قول بسرعة. هو دعاء يعني، ودعاء لا يحتمل إلى شرح كثير. ها؟ فإذا استيقظت فارجع إلى ما عرفت، إلى ما عرفتك أولا، وداوم على هذا الترتيب بقية عمرك. فإن شقت عليك اللي هي أذكار الصباح وأذكار المساء، داوم على أذكار الصباح وعلى أذكار المساء، فتبدأ حياتك بالذكر وتنهي حياتك بالنوم. بالذكر، وما كان البداية ذكر والنهاية ذكر، فإن الله يغفر ما بين الذكرين. قول زي فاصبر صبر المريض على مرارة الدواء، على مرارة الدواء انتظارا للشفاء. هو ده المريض، عندما يأخذ الدواء المر يأخذه وهو يصبر. يصبر لماذا؟ لأنه يعلم أن آخر الدواء الشفاء، فلغرض الشفاء هو يتحمل ماذا مولانا؟ مرارة الدواء. فنحن نعبد الله ونتحمل المشقات في عبادة الله رجاء أن نأخذ الشفاء. ما هو الشفاء؟ الجنة. وتفكر في قصر عمرك، وإن عشت مثلا 100 سنة فهي قليلة بالإضافة إلى مقامك في الدار الآخرة. لو تعيش 1000 عام إلى نهاية، أما الجنة ما لا نهاية، فاعمل في حياتك القصيرة لحياتك الأبدية السرمدية. وتأمل أنك كيف تتحمل المشقة والذل في طلب الدنيا شهرا أو سنة، رجاء أن تستريح بها 20 سنة مثلا. هو ده، تسافر وتجمع المال وتتحمل الصعاب والمشاكل حتى تجمع المال وتبني بيت وتتزوج وتنفق على أولادك. مولانا ألا تعلم أنك ستموت؟ أعلم. أولادك سيموتون؟ أعلم. هذا البيت الذي بنيته في الجنة ألا تعلم أنه سينتهي؟ سينتهي. ما دام سينتهي مولانا وكل إلى زوال، رجاء أن تبني في دار العمران ولا تبني في دار الخراب. فكيف لا تتحمل ذلك أياما قليلة رجاء الاستراحة أبد الآبدين؟ نعم. ولا تطول عملك فيثقل عليك عملك، وقدر قرب الموت وقل في نفسك إني أتحمل المشقة اليوم فلعلي أموت الليلة. إذا أصيب الإنسان بطول الأمل فهو رأس كل ضلالة، وإذا ظن أنه لن يموت لن يعمل. مولانا نعم، متى تسافر إلى ماليزيا؟ بعد 5 سنوات خلاص. ممكن تشتري تذكرة الآن بجنيه؟ ها إيه رأيك لو أنت تسافر إلى ماليزيا بعد 5 سنوات وقالوا لك ممكن تشتري تذكرة بجنيه؟ ها تستطيع تشتريها الآن ولا ستترك؟ من يشتري تذكرة ويحتفظ بها 5 سنوات؟ طيب مولانا نعم، أسعار الطائرة رخيصة لا تبالي، أسعار الطائرة غالي لا تبالي. ليه مولانا؟ ستسافر بعد كم سنة؟ 5 سنوات، طول الأمل. لكن مولانا نعم، في أي وقت ممكن تسافر، بعد يوم، بعد أسبوع، بعد شهر، أي وقت تسافر، حقيبتك لا تتأخر عنها. صح، في أي وقت تعال نمشي. طيب أموالك، أنت لا تفعل أي شيء، يا مولانا أنا ماشي. هذا حالك كمؤمن، حالك كمؤمن أنك مودع. عش ما شئت فإنك بها ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق.
اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. تعيش أبدا ستعمل بعمران، وتموت غدا ستعمل لمين؟ للآخرة. لكن إذا تعارض عمل الآخرة ما عرض الدنيا، الدنيا زائلة والآخرة باقية. تزرع نخلة ولا تزرع ملوخية؟ النخل مرة 22-23 سنة، لكن الملوخية مرة واحدة. مرة إيها؟ واحدة. مرة سائق تاكسي يعمل مع واحد، قال يعمل طول النهار، يذهب إلى محل هذا ومحل هذا ومحل هذا، ثم جاء في صلاة العشاء، فقال الرجل صاحب المتجر نحن نصلي العشاء، فصاحب التاكسي يصلي العشاء، ثم الرجل يهرب من الساعة 10 إلى الساعة 9، يعني على الأقل يأخذ 500 جنيه، ثم يهرب. ثم بعد شهر صاحب التاكسي رآه فترك التاكسي وأمسك به وظل يضربه. ليه يا مولانا؟ ليه؟ لأنه لم يعطيه حقه في تاكسي يوم، فما بالك بمن لا يعطي حق الله؟ الله سيضربك، خلي بالك، لو حاسبهم لعذبهم. نمرة 2، ويحذركم الله نفسه. نقف هنا يا ابني ونكمل المرة الجاية إن شاء الله. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون ورفع عن ذكره الغافلون. آمين.